أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم من وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله.